نفهم مش مجرد كيان او حاجة كده الناس كلها عارفاها. نفهم بالنسبة لي كانت محطة، يعني هتفضل محطة مهمة جدا، اقدر اقول عليها هي الخطوة اللي كانت مميزة جدا في حياتي. فكرة انك تعمل فيديو وتشوفه مثلا 10,000 حد، يعني انت لو عايز تساعد حد يعني مش هتلاقي طريقة اكتر من كده انك تساعد حد، وتوصل ل10,000 مرة حد يشوف الفيديو بتاعك او المراجعة اللي انت بتعملها. كفاية بس فكرة ان حد يجي ويقول انك بتشرح النقطة دي بطريقة كويسة، او انك لما شرحتها انا فهمتها، او انك تشرح له كل الدروس اللي عنده، فدي حاجة بالنسبة لي حاجة يعني اعتز بيها. يعني كفاية ان انا ببقى انا في سنتر لما الناس او الطلاب بيشوفوني بيقولوني هو حضرتك اللي بتشتغلي في نفها، هو حضرتك ميس الفلسفة اللي بتطلعي في نفها. يعني اتمنى انك لو فعلا حابب انك تشارك وخايف من ان هي مثلا شايف اني ممكن نفهم تستنفذ وقتك، هي لو استنفذته هي حقيقة هتديك قصاده حاجة كبيرة جدا.